تنظيف الرحم من بقايا الدورة الشهرية للحمل السريع إن شاء الله هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس زمان للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله سأتشارك معكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لتنظيف الرحم من بقايا الدورة الشهرية ومن برد الرحم أو برودة الرحم باستخدام مكونين فقط، فضلا وليس أمرا إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على زر الإشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك. نمر الآن بحول الله إلى التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بتنظيف الرحم من بقايا الدورة الشهرية والتخلص من برد الرحم أو برودة الرحم للحمل السريع إن شاء الله، فلدينا المكون الأول في هذه الوصفة ستحتاجين إلى زيت الزيتون، وأما المكون الثاني في هذه الوصفة فهو الزنجبيل. وكمقدار من زيت الزيتون ستحتاجين إلى ثلاث معارق كبيرة من زيت الزيتون، وستحتاجين إلى ملعقة صغيرة من الزنجبيل أو مسحوق الزنجبيل. طريقة تحضير الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة تقومين بأخذ ثلاث معالق كبيرة من زيت الزيتون وتضيفين لها ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل تقومين بخلطها جيدا وتصبح الوصفة جاهزة لاستخدامها أو استعمالها للعلاج. لعلاج مشكل برودة الرحم أو برد الرحم وكذلك تنظيف الرحم من بقايا الدورة الشهرية للحمل السريع إن شاء الله طريقه استخدام هذه الوصفه فهي جد سهله وبسيطه فقبل خلط زيت الزيتون تقومين بتسخينها جيدا وبعد ذلك تضيفين لها مسحوق الزنجبيل ثم تقومين باستخدامها لعلاج مشكل عدم تنقية الرحم وأيضا برد الرحم أو برودة الرحم تقومين بدلك البطن أو أسفل البطن أي في منطقة الرحم باستخدام هذا الخليط أو المزيج أي الزنجبيل وزيت الزيتون واحرصي أختي الكريمة أن يكون هذا الخليط ساخن وليس بارد للاستفادة منه أكثر وجعله أكثر فعالية لتنظيف الرحم من بقايا الدورة الشهرية وأيضا من برودة الرحم تقومين بعمل تدليك او مساج لمنطقه الرحم او اسفل البطن باستخدام هذا المزيج في الليل بالليل في الثاني والثالث والرابع من الدورة الشهرية لديك فإذا كانت الدورة الشهرية لديك تستغرق خمسة أيام فيمكنك استخدام هذه الوصفة في اليوم الثاني والثالث والرابع وإذا كانت لديك الدورة الشهرية تستغرق فقط ثلاث أيام فيمكنك استخدامها في اليوم الثاني والثالث والرابع وتكررين هذه الوصفة في كل موعد من الدورة الشهرية فهو سيساعدك كثيرا على تنظيف الرحم من بقايا الدورة الشهرية وكذلك من برد الرحم أو برودة الرحم واحرصي أختي الكريمة بعد استخدام هذه الوصفة أو بعد عمل تدليك أو مساج لمنطقة الرحم أو أسفل الرحم أن تقومي بارتداء سروال قطني يقيك من البرد وأن تقومي ب التغطية جيدا والنوم مباشرة بعد استخدام هذه الوصفة وذلك لكي تتفادي التعرض الى البرد فهو ايضا سيسبب لك عدة مشاكل ويحول دون حدوث الحمل ان شاء الله كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بتنظيم الر... بتنظيف الرحم من بقايا الدورة الشهرية وعلاج مشكل برد الرحم أو برودة الرحم أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آرائك واستفساراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركه الفيديو مع الاهل والاحباب لكي تعم الفائده ولك مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تنظيف الرحم من بقايا الدورة الشهرية للحمل السريع إن شاء الله هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا ومرحبا بكم على قناه وصفه ناس للوصفات الطبيعيه سعدت بلقائكم مره اخرى واتمنى ان يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه اليوم ان شاء الله وبحول الله ساتشارك معكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لتنظيف الرحم من بقايا الدورة الشهرية ومن برد الرحم أو برودة الرحم باستخدام مكونين فقط، فضلا وليس أمرا إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك. نمر الآن بحول الله إلى التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بتنظيف الرحم من بقايا الدورة الشهرية والتخلص من برد الرحم أو برودة الرحم للحمل السريع إن شاء الله، فلدينا المكون الأول في هذه الوصفة ستحتاجين إلى زيت الزيتون، وأما المكون الثاني في هذه الوصفة فهو الزنجبيل. وكمقدار من زيت الزيتون ستحتاجين إلى ثلاث معالق كبيرة من زيت الزيتون وستحتاجين إلى ملعقة صغيرة من الزنجبيل أو مسحوق الزنجبيل طريقة تحضير الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة تقومين بأخذ ثلاث معالق كبيرة من زيت الزيتون وتضيفين لها ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل تقومين بخلطها جيدا وتصبح الوصفة جاهزة لاستخدامها أو استعمالها للعلاج. لعلاج مشكل برودة الرحم أو برد الرحم وكذلك تنظيف الرحم من بقايا الدورة الشهرية للحمل السريع إن شاء الله طريقه استخدام هذه الوصفه فهي جد سهله وبسيطه فقبل خلط زيت الزيتون تقومين بتسخينها جيدا وبعد ذلك تضيفين لها مسحوق الزنجبيل ثم تقومين باستخدامها لعلاج مشكل عدم تنقية الرحم وأيضا برد الرحم أو برودة الرحم تقومين بدلك البطن أو أسفل البطن أي في منطقة الرحم باستخدام هذا الخليط أو المزيج أي الزنجبيل وزيت الزيتون واحرصي أختي الكريمة أن يكون هذا الخليط ساخن وليس بارد للاستفادة منه أكثر وجعله أكثر فعالية لتنظيف الرحم من بقايا الدورة الشهرية وأيضا من برودة الرحم تقومين بعمل تدليك او مساج لمنطقه الرحم او اسفل البطن باستخدام هذا المزيج في الليل بالليل في الثاني والثالث والرابع من الدورة الشهرية لديك فإذا كانت الدورة الشهرية لديك تستغرق خمسة أيام فيمكنك استخدام هذه الوصفة في اليوم الثاني والثالث والرابع وإذا كانت لديك الدورة الشهرية تستغرق فقط ثلاث أيام فيمكنك استخدامها في اليوم الثاني والثالث والرابع وتكررين هذه الوصفة في كل موعد من الدورة الشهرية فهو سيساعدك كثيرا على تنظيف الرحم من بقايا الدورة الشهرية وكذلك من برد الرحم أو برودة الرحم واحرصي أختي الكريمة بعد استخدام هذه الوصفة أو بعد عمل تدليك أو مساج لمنطقة الرحم أو أسفل الرحم أن تقومي بارتداء سروال قطني يقيك من البرد وأن تقومي ب التغطية جيدا والنوم مباشرة بعد استخدام هذه الوصفة وذلك لكي تتفادي التعرض الى البرد فهو ايضا سيسبب لك عدة مشاكل ويحول دون حدوث الحمل ان شاء الله كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بتنظيم الرح بتنظيف الرحم من بقايا الدورة الشهرية وعلاج مشكل برد الرحم أو برودة الرحم أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آراءك واستفساراتك حول هذه الوصفة واذا كان لديك اي طلب خاص حول وصفه معينه فيمكنك ايضا طرحه في صندوق التعليقات وساجيبك ان شاء الله واذا اعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركه الفيديو مع الاهل والاحباب لكي تعم الفائده ولك مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته